محمود متولي متواجدين في المباراة القادمة بإذن الله. طمنا على ياسر ابراهيم، عنده شد خفيف في العضله الضامه، ان شاء الله يكون شد خفيف. حسام عاشور ان شاء الله يرجع بالسلامه، عنده نزله برد جامده. ده كان كل اللي حصل في مران النهارده. اتكلمنا عن مران مع كريم، قال ان هو مران تكتيكي في الاول وفي الاخر، لان خلاص المباراه بكره، واكيد يعني رينيه فايرن بيحط لمساته الاخيره التدريبيه والفنيه قبل اللقاء بساعات قليله. دي كانت معظم اخبارنا. كابتن سعد عبد الحفيظ كمان بيجتمع مع الدكتور خالد محمود عشان يطمن على المصابين. اتكلم كمان معاه على ياسر ابراهيم اللي غادر مران النهارده زي ما كريم قال لنا، وان شاء الله يحددوا موعد رجوعه للمباريات. كان في النهارده تدريب بدني للاعبين الخارجين عن قائمه الفريق امام حرس الحدود، كانت 40 دقيقه بدنيه لهؤلاء اللاعبين. وخلاص قلنا ياسر وعاشور، يعني غطينا كل الاخبار مع حضراتكم مع كريم. عايزين نتكلم بس بسرعة عن محمود كهربا والكهربا اللي حصلت في مصر كلها امبارح، مع ان محمود كهربا يعني طبعا لعيب كبير جدا جدا جدا، كل لعيبة النادي الاهلي لو اتكلمت عليهم هتلاقي مصر كلها متكهربا، يعني حدث ولا حرج، بسم الله ما شاء الله، نجوم فوق العادة فوق العادة، مغلفين بغلاف النادي الاهلي وشكل النادي الاهلي. يعني لو اتكلمنا عن رمضان صبحي، حسين الشحات، اوجاييه، ازارو، مروان، صلاح، محسن، فتحي، السلية، أفشة، معلول، متولي، صالح جمعة، ربيعة، مش عايز أنسى حد، مش عايز أنسى حد، ما شاء الله ما شاء الله كتيبة من النجوم، لكن مغلفين زي ما بقول لحضراتكم بشكل النادي الأهلي. انضم لهم كهربا، يعني كل مصر امبارح اتكهربت فعلا من صفقة كهربا. كهربا ابن النادي الأهلي ورجع لتاني البيت، وإن شاء الله يقدم مستويات أعلى وأعلى بكتير مما كان عليه. إن شاء الله يلاقي نفسه كمان في النادي الأهلي بشكله والتزامه، شكل النادي الاهلي والتزام النادي الاهلي اكيد بيدخل اللعيبه في هذا الشكل وهذا النمط المعروف عن النادي الاهلي. ان شاء الله تشوف كهربا بشكل تاني خالص خالص عن اللي احنا شفناه قبل كده، هتشوف التزام، هتشوفه جديه، ان شاء الله باذن الله يكون اضافه جديده لكل زملائه في الفريق. دايما بنقول للعيب اللي منضم للنادي الاهلي الف الف مليون مبروك عليك النادي الاهلي، لان النادي الاهلي بيتمناه اي لعيب، تيشيرت النادي الاهلي بيتمناه اي لعيب. لو سالت اي لعيب، لو سبت المجال، مش هقول لكل اللعيبه يعني، للمحبين النادي الاهلي هتلاقي كل اللعيبه عايزه تروح النادي الاهلي، وده فخر بيتمناه اي لعيب ان هو يلبس تيشيرت النادي الاهلي الذي لا يقدر بثمن، الذي لا يقدر بثمن، دي حقيقه فعلا. فكل لعيب بيروح النادي الاهلي احنا بنقول له الف مليون مبروك عليك النادي الاهلي، وان شاء الله تحقق طموحاتك واحلامك في المكان اللي انت كنت بتحلم بيه، لا اكتر ولا اقل. طول عمر النادي الاهلي بياخد اللعيبه بالطرق الشرعيه والشرعيه جدا كمان، جدا جدا جدا، يعني مش عايزين ندخل بقى ونتكلم ونقول اصلا مش عارف ايه ونقول الاهلي خد مين، يعني الاهلي بياخد اللعيبه بالطرق الشرعيه جدا جدا من الانديه. انت بقى عايز لعيب معين او انت عايز ما تفرطش في لعيب، لازم تبقى مظبط كل امورك معاه، لكن احنا بناخد اللعيبه بالطرق الشرعيه، وان شاء الله يكون اضافه زي ما قلت لحضراتكم للنادي الاهلي. والف مليون مبروك تاني يا كهربا عليك النادي الاهلي، كان حلم حياته كهربا ان هو يرجع النادي الاهلي زي مجدي قفشه، ما كان حلم حياته ان هو يروح النادي الاهلي زي ما كل اللعيبه كان حلم حياتها ان هي تروح النادي الاهلي. فالف مبروك عليك النادي الاهلي، وان شاء الله تدخل في شكل النادي الاهلي واطار النادي الاهلي. دي صور ارشيفيه طبعا من لقائه مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، وده طبعا امير يعني كله بيشتغل بصراحة، يعني عم حارس طبعا لازم عم حارس يكون في النادي الأهلي. فرحة فرحة طبعا مش طبيعية. بقول لحضراتكم لو سألتوا اللعيبة انتوا عايزين ايه في حياتكم، يقول لك نتمنى ان احنا ندخل النادي الأهلي ونلبس التيشيرت بتاعه حتى يوم واحد، حتى يوم واحد بتتكتب في تاريخنا كده ان احنا انتمينا النادي الأهلي حتى لو يوم واحد. دي كانت صور ارشيفيه من كهربا. الف مليون مبروك عليك يا كهربا للمره المليون، والجماهير الاهلاويه طبعا فرحانه، بتحب كهربا، بتحب لعبه، بتحب اسلوب اللعب بتاعه. الدنيا كانت مقلوبه امبارح على صفحات السوشيال ميديا كلها في صفقه كهربا المدويه اللي كهربت الدنيا كلها. ان شاء الله تكهرب كمان الملعب يا كهربا باذن الله، وتحقق طموحاتك مع النادي الاهلي. ناس كتير قوي بتستغرب هو احنا بنحب النادي الاهلي ليه كده، او يعني في ايه في النادي الاهلي، احنا كلنا بنحب النادي الاهلي من غير سبب،
غير حاجة. احنا لو عرفنا السبب يعني حبنا يقل، لكن انت تحب حاجة من غير سبب، لان في مليون سبب تحب النادي الاهلي عشان. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي بكرة بإذن الله، وكل التوفيق لمحمود كهربا. النهاردة كمان النجم العالمي محمد صلاح في لقاء ليفربول مع واتفورد أحرز هدفين من العيار الثقيل، يعني لمسات فنية مش طبيعية ما شاء الله. صلاح ما شاء الله نمسك الخشب برضو، محمد صلاح جاب هدفين، واحد بيمينه وعملها بليسنج كده في على شمال الجول، وواحدة عملها بكعب رجله أو برجله العكسية، مش عارف مسماه إيه بصراحة يعني، لكن كان جون أكثر من رائع. ألف ألف مليون مبروك لصلاح، دايما ممتع ودايما مبدع. ليفربول بيحتل المركز الأول في الدوري الإنجليزي، إن شاء الله بقى قريب جدا من الدوري، مع إني بشجع يعني مانشستر سيتي، بس طبعا صلاح في القلب يعني. 49 نقطة لليفربول، إن شاء الله يقترب من إحراز الدوري الإنجليزي. ماتشات غريبة النهاردة في الدوريات، يعني برشلونة تعادل، بايرن ميونخ كسب بريمن نتيجة كبيرة جدا 6-1، ما تفهمش بقى الـ 6-1 بقت أيقونة في الفرق الكبيرة كده، وحاجة جميلة جدا لما يكون في غزارة تهديفية في الدوريات، أنت كمشاهد بتحس بفرحة، وهي طبعا متعة الكورة في أهدافها. دي كانت معظم أخبارنا. بعد الفاصل هيكون معانا الأستاذ الكبير الأستاذ عصام شلتوت، رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع.